نرجع معكم مشاهدينا في صباح الخير يا كويت، وأكيد نكمل معكم لقاءاتنا وما زلنا في إطار الجانب التربوي والتعليمي غادة، وهو يعني موضوع كبير ومتشعب وأطرافه يعني مختلفة، ولذلك اليوم نحب نتكلم عن باكر اللي هو غدا الخميس إن شاء الله راح ينطلق مخيم السلام السنوي 27 لجمعية المرشدات الكويتية والمخيم الخليجي العاشر وسط أنشطة وفعاليات اجتماعية وتنظيمية تحت إشراف تربوي. بلا شك، وذلك تأكيدا على أهمية حركة المرشدات الكويتية واللي تدعمها وزارة التربية كونها جزء من العملية التربوية وما لها من مآثر وأهداف. نبحر معاكم فيها مع ضيوفنا اليوم الأستاذة هند الهولي، رئيسة جمعية المرشدات الكويتية ورئيس لجنة مرشدات دول مجلس التعاون الخليجي، والأستاذة صبيحة محمد العدهان، الموجه العام للزهرات والمرشدات والموجه الأول للزهرات والمرشدات لمنطقة الفروانية التعليمية. حياكم الله والساعة المباركة وشرفتونا. يا هلا ومرحبا. يا حياكم الله. في البداية ودنا نبذة عن هذا المخيم وهذه الفعالية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول نقول اللهم احفظ بلدنا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين، وانصر أخواننا في فلسطين قلوبنا معاهم، وادحر الأعداء المغتصبين. بداية المخيم السلام دائما احنا نذكرهم، ليش؟ لأنهم دائما يشاركون معنا في هذه المخيمات. مخيم السلام انطلق من عام 1996 أول مخيم للسلام، بعد ما كنا مفتقرين للسلام بعد الغزو والتحرير، فكنا نجتمع دائما شو نسوي عشان تبين مرشدات الكويت شو يسوون، فقلنا مخيم السلام انطلق. هذا أول انطلاق له في جمعية المرشدات الكويتية، وشاركوا فيه 400-500 طالبة من المرشدات اللي متشوقين للسلام. كنا نطلع فيه يعني عشان نطالب أسرانا، نطلع مظاهرات مع يعني مسيرات، ومعانا كان الوزير والوكيل والدنيا كلها. فهذا المنطلق هو منطلق، وكل سنة طبعا يتكرر هذا المخيم، مخيم السلام. حتى هذا العام 27 عام لنا من إقامة مخيم السلام. هذا على الشاشة قاعد اشوفه الكويت، اللي هو هذه، هذا السنة اللي فاتت، لا سنة اللي كان عندنا الكورونا اللي هو ما في مخيمات، بعدها على طول قلنا ما صار، بس استوى المخيم وما صار فترة الكورونا، بعد عمرها سوينا فاستوى عندنا هذا المخيم. كان في داخل مخيم، يعني ما قلنا احنا بننقل المخيم، سويناه بمجرد يومين. فالبنات كانوا بعد في غاية يعني الوناسة والفرح، بعد ما كانوا بعد في اكتئاب في حالة فترة كورونا. صدقتك. إذا بروح معك أستاذة صبيحة ونتكلم عن جديد هذا الموسم لهذه السنة لهذا المخيم تحديدا، التطورات المستجدات اللي راح تكون من خلاله، حابين نعرف عنه قبل لا إن شاء الله ينطلق باكر. عندنا إن شاء الله هالسنة مخيمنا السلام اللي هو 27 السنوي يتزامن مع مخيم خليجي العاشر. طبعا مرشداتنا الكويت مشاركين بوفد الكويت، عندنا مرشدات من مخيم من دول الخليج ما شاء الله، كلهم ودول كلهم ما شاء الله، يعني كلهم مشاركه. اي والله، الى جانب دول التوأمه، وهم بعد معانا دائما دول من الدول العربيه يشاركون معانا، اللي هم مصر والمملكه الاردنيه الهاشميه، احنا هذول مسوي معهم توأمه. إيه؟ فاي نشاط عندنا يشاركون دائما يشاركون معنا. هذه اهم الوفود اللي راح تحضر ان شاء الله. هذا نعم، بالاضافه الى الخليج. كلهم ما شاء الله ويانا هسه مرشدات وشابات والقائدات. القائدات والزهرات لا 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 يا حلوه، لا الزهرات صغار بعدهم، بعد المرحلة الثانوية، بعد ثانوية متوسطة آخر سنة بالثانوية. حلو والله، ولا شك على مثل يعني هذه العلاقات والزيارات اليوم من أخواننا من دول الخليج والدول الشقيقة، يعني توطد من خلالها العلاقات وتستفيدون من خبراتهم ومن تجاربهم، وأكيد هم عندهم أنشطة هناك في كل واحد في ديرته. وأنا قاعد أشوف ما شاء الله كلكم جايين اليوم في لابسين الباجات الحلوة هذه، فودنا نتكلم عن هذه الإهداءات وش كثر مهمة هي وش كثر تعني اليوم للمرشدات. احنا دائما نتبادل، احنا البنات يتبادلون الباجات، بس احنا مثلا انا هذا انا رئيسه لجنه مرشدات دوم التعاون الكل، من اعضاء اللجنه يلبسونه، وسام معطيني اياه عشان التاليف، هذه اوسمه، لكن هذيلا باجات نتبادلهم. انا لاني رئيسه لجنه مرشدات دوم التعاون فعندي جميع الدول، البحرين، الامارات، السلطنه، قطر، كلهم مع بعض، المملكه العربيه السعوديه، الجمعيه العالميه والاقليم العربي، هذيلا
كلهم عشان يعرفون انا. واستاذه صبيحه خصوصيه عندكم يعني طبعا تحبونهم يعني عزه مو طبيعيه. خلينا نتكلم عن اللي عندك. انا اللي عندي وسام القائده المتميزه من الخليج هذا من لجنه مرشدات الخليج. وطبعا هذا شعار جمعيه المرشدات. وطبعا هذا الغالي اللي نحطه فوق روسنا علم الكويت ديرتنا الحبيبه والمملكه السعوديه. فهذه الباجات على قولتهم العسكريين يسمونها نيشان، يعني ذكرى حلوه لما نحضر مخيمات عربيه خليجيه نتبادل هالباجات. والله شيء طيب حلو وتذكرون من خلالها هذه الذكريات واللحظات الحلوه وتذكركم اكيد باللقاءات الجميله وكل شيء استفدتوه تعلمتوه. استاذه ودي اتكلم عن المخيم ان شاء الله باكر، كم بيطول؟ كم مدته؟ هم يومين بعد بتسوون؟ لا لا هذا اطول. اليوم وصلت امس بالليل وفد من مصر قائده، واليوم الحين بيوصلون مستشاره، وبعدين عندنا وفد سلطنه عمان بعد الظهر راح يوصل. يعني الوصول بس بناتنا مثل ما طبعا التوجيه العام طلب منهم انه يكونون يدخلون اليوم. الساعه كم راح يكونون؟ الساعه 4 الساعه 4 ان شاء الله العصر راح يكون متواجدين وباكر يستقبلون الضيوف اللي بيجونا. طبعا في عندنا وفد الاستقبال اللي هو لجنه تروح تستقبل وتجيب الوفود ولس، وفي لجنه بعد تستضيفهم داخل الجمعيه، وفي لجنه تبيتهم في مبنى السلام. عندنا مبنى الحمد لله الوزارة ما قصرت، بانيت لنا مسرح ومبنى في 20 غرفة مجهزين. طبعا في اللجنة استعدت وجهزت لهم الفرش وكل شيء مجهز. تقريبا صار لنا شهر الاعداد حق هالمخيم هذا. فراح يكون من 25 الى 31 ان شاء الله. ما شاء الله. الاعداد هذا المسبق بشكل كبير ومكثف من قبلكم، اكيد ايضا حطيتم من ضمن الاعداد فعاليات انشطه اللي راح يتم التركيز عليها. فخلونا نحكي شويه عنها. تفضل استاذه صبيحه. حبيبتي اقول هو المخيم طبعا في برنامج معد يدخل له في محاضرات، في ورش عمليه حق البنات المرشدات، في بعد دوره مصقره للقائدات الجدد، لان احنا مستعينين في قائدات جدد على اساس يكتسبون خبره. خبره صحيح. هذا الجديد اللي احنا مسوينه السنه. اي نعم هذا بالنسبه حق المطور المخيم. عندنا بعد منتدى للشابات، الشابات هم المرحله اللي بعد الثانويه اللي هم الجامعيات او توهم الموظفات. عموما هذا اللي يعني الشابات الصغار بعد المرحله الثانويه يقبلون علينا فمسوين لهم لجنه. ما شاء الله. لا بالعكس طيب يصير اي احد من برا يشارك ولا؟ يصير عندنا بالمخيم الشابات، احنا داعين بالمخيم مرشدات وشابات. فالشابات راح يصير لهم منتدى ولاول مره يقام خليجي. مع في يعني اقتنصنا الفرصه ما دام بنات الخليج كلهم جايين الشابات موجودين. راح يصير لهم يومين منتدى، راح يكون برامج لهم عالميه وجايبين من سلطنه عمان قائده محاضرات. اللي هي مبادرات عالميه اي شيء حديث راح توصله لهم وهي معانا يعني، ومعانا قائدات مدربين من الكويت. مفوضات دوليات. اي مفوضات دوليات. جميل. الشابات هم كانوا اساسا مرشدات. ايوه خلصوا الثانويه ودخلوا الجامعه، ما زال عندهم ولاء للعمل. هذا اللي اللي هي في المحاميه دكتوره اللي ما شاء الله ساعات تشوفينها الام مع بناتها جايبتهم زهرات او مرشدات تستانس تقول مثل ما تعلمتوني ابي اعلم بناتي. صح. هو شوفي انا اللي احس فيه يعني مو اني انا عشان بالمرشدات، كل وحده كانت مرشدات تكون شخصيه. صحيح. لها شخصيه من اول ما تقول تحب القياده. قياده تحب صحيح. اي تحب تكون حتى بيتها منظمه. حتى بمواعيدها منظمه يعني. صحيح. تعلم علمتنا والله الكثير حركه المرشدات. اكيد كلها تدريبات مهمه ان الواحد يستفيد منها، وخصوصا اذا كانت من خبرات خارجيه. بس انا بس بقول لك شغله، زميلتي غاده ان شاء الله بتزوركم لان هي عندها خبره. حياها الله. هي غرفتها كانت جدا غرفه حركه. في عندنا احنا الحين شلون احنا نتعلم؟ المخيم يبدي من الصبح. الصحيان يكون دوري، يعني مثلا اليوم مثلا اول يوم علينا منطقه العاصمه ماخذين منطقه مع دوله من الدول مثل قطر، الفروانيه معها مصر، الاحمدي معها الامارات. الصحيان عليهم يقعدون البنات يقومون يصلون، بعدين يلعبوا الرياضه، بعدين يحيون علم، يتفطرون، كلهم يكون لبسهم رسمي، يعني هذا كله معسكر. معسكر عسكريه. المخيم فالبنات هنا يتعلمون نظام، والله ان بناتنا الحين خصوصا بالاجازه نايمين للظهر. صحيح. فالحين هم حتى جايين متضايقين اول يوم وثاني يوم، لكن ما شاء الله بس يعني يندمجون. هم بعدين ماخذين حتى موبايلات منهم. ما في موبايلات والله. هذا ترى في شيء انسحبوا وسب الموبايل. صدق ما يستغنون عن الموبايل.
لكن اللي تبي تشتغل وتبي يعني تعطي تشتغل على نفسها. صحيح والحمد لله القياده والقائدات ووزاره التربيه ما قصرت بالتوجيه العام. ممكن ابله صبيحه بعد تقول لكم شنو سوت الوزاره لنا يعني. اي والله خلينا نتكلم عن الخدمات اللي قدمتها وزاره التربيه. ما قصرت الوزاره طبعا. انا اشكر وزاره التربيه جدا وعلى راسها معالي وزير التربيه والراعي حفلنا ان شاء الله والوكله. طبعا سهلونا كل الامور من اعاده تجهيز المكان، من صيانه، من كهرباء، يعني الامور هذه كلها، من خدمات النقليات اللي هي الباصات، توفير وسائل النقل للوفود اللي توصل، يعني بوصولهم ومغادرتهم المكان. التغذيه اهم شيء. والتغذيه اي اي. تطبخون ولا وجبات؟ الوجبات لا بفيحات. بفيحات. لا ما شاء الله. مو لازم تعلمونهم شوف عاد اليوع ما نقدر يوعهم في كل شيء، رياضه وتدريب وكل شيء، بس اليوع لا خلي يعطيهم ياكلون على كيفهم. هو الشغل العسكري اكثر شيء والانضباط هو هدف اهم شيء. بعدين سهر سمر عندهم بالليل تدريب، يعني هذا الحين وفود بيوم ندربهم على دخول وخروج افتتاح عندنا يوم ان شاء الله 28 راح يكون باذن الله. وهذا شيء وايد مهم ان اليوم نذكر فيه اولياء الامور على ان التعليم ناخذه اليوم من المدرسه ومن الدروس والكتب والمعلمين، لكن في مهارات الواحد يفتقدها ما ياخذها الا من خلال هذه التجارب. الممارسه العمليه صحيح. لا خارج المنزل، تقعد تسلع فراشها، ترتب امورها وتقوم، يعني هذه البنت هني تعتمد على نفسها. صحيح. حتى يوم قال يوم الاهالي وسمعوا ان في كذي والله استانسوا ودهم يعلمون عيالهم. هو الاعتماد على النفس. الاعتماد على النفس. تكون قياديه. تحمل مسؤوليه. اكيد. وفي بعد مبادر تذكرين طبعا هم من يسمعون مخيم عبالهم بار وخيمه فيخترعون. فنقول لهم تعالوا عندنا بالمكان شوفوا تطمنوا وطالعوا ان هو المكان امن. فما شاء الله يعني هذا هم بعد عامل جذب للمرشدات يشاركون. يعني لما يسمعون ان المطافي واقفه برا، الاسعاف عندنا ما شاء الله، الحكومه بعد مقصر يعني بهالاشياء لما نطلبها، السكيورتي برا، العماله متوفره، فالحمد لله يعني شنو يبون، حتى الطوارئ معانا الطوارئ الصحيه، فالحمد لله محافظين على البنات اكثر من اهلهم. بالضبط يعني هذه تكون امانه عندكم ما شاء الله. وانتم مقصرين سواء بحفظها او اعدادها كشخصيات قادره تكون. بعدين حبيت اشكر نسيتها يمكن صبيحه الاستاذه مريم العنزي الوكيل المساعد للتنميه التربويه. جهودها صراحه معانا ووقفتها. قاعد اشوف هذه اللقطات استاذه يعني على الشاشه، هذه اللقطات يمكن لبعض الاحتفالات. هذا المخيم سند. نعم انا ودي استاذه صبيحه بس يعني لو بس يعني تعلقين على بس بعض المشاهد هذه، واكيد انت لكم يعني اليوم حضور بارز يعني في هذا الحفل، وكان لكم يعني ما شاء الله مشاركه فعاله من خلال هذه الفعاليه اللي قاعد نشوفها في الاردن، ومثل هذه الفعاليه ان شاء الله تتكرر في الكويت. ها لا هي الاردن معانا. هم الاردن لسه هذا السنه اللي طافت. هذا مخيم 26. نعم هو دائما يقام في الكويت. اي نعم هذا مخيم السلام السنوي يعني بالكويت ثابت، بس في بعض الدول تحرص ان هي تشارك بهاليوم هذا او بالفعاليه هذه لنا، لان دائما يحبون الاستفاده، يستفيدون بناتهم عطاءات تعارف يعني اكتساب خبرات، فهذا عمل المرشدات دائما التعاون صحيح. هذا بيرني سؤال استاذه هند، ايش كثر مهم عمل هذه المشاركات السنويه ودخول خبرات من خارج البلد بالحركه الكشفيه هذه او حركه المرشدات تحديدا، ايش كثر مهم انه يصير تبادل للخبرات وتحديد مده زمنيه مع هذه الخبرات اللي تدخل علينا؟ يعني احنا هذا التبادل الثقافي بيننا وبينهم والمعرفه بيننا وبينهم تعطي اكثر، تعمق قواصر المحبه، روابط التعاون، التعارف بيننا وبينهم، فتلقين يعني عشان كذي من يصير شيء في الكويت يحبون يكونون انهم بس ندعي نقول احنا نبني نشارك معاكم، لان احنا نحب نتعرف على ثقافات يعني المجتمعات كلها، احنا كلنا بين بعضنا بعض. صحيح. فانت تشوفين الحين لما تشوفين الحين اطالعكم انت طالعه مساء نور العبد الله بنت من بناتنا المرشدات صارت مذيعه، وفي بعد على السوشيال ميديا وايد شخصيات. صحيح. مثل منال المطر مديره في بنك فاطمه المطر رحاله. صحيح. يعني هذيل الاشخاص هذيل نتاجاتكم نتاج نعم. نفتخر فيها، غير المحاميه غير يعني الدكتوره لما ادخلت غرفتها
تحييني يعني انا اقول يا ربي نسيتش، تقولي والله انت قبلتي في يوم من الايام. فاحنا هذه حركه المرشدات نمت وعطت ما شاء الله وزرعت والحمد لله على العمر ان شاء الله السنوات الجايه نشوف بناتنا ياخذون الاماكن هذه ان شاء الله. استاذه صبيحه، يعني من خلال احتكاكك اليوم مع الطالبات والمرشدات، يعني اكيد شفتي بعض الملاحظات السلبيه في بعض السلوكيات اللي ما ودك انها تتم من خلالهم، فشنو بعض الملاحظات اللي ودك انها تتطور، او انه يعني بعض البنات ودك انه يكون عندهم هذه المهاره او هذا السلوك يعني اليوم؟ والله شوف استاذي، هم بسم الله عليهم والله بناتنا يعني قليل فيهم السلبيات، يعني في بعض السلبيات يعني ذكرت قبل شوي ان في بعض اولياء الامور شوي متخوفين من الموضوع هذا، يعني ما عندهم مثلا وعي بان المرشده بان حركه المرشدات حركه تستفيد منها المرشده لابعد الحدود، منها تقوي شخصيتها، تنمي هوايتها، اكتساب الخبرات مع البنات، اكتساب الصداقات، تنمية الهوايات، هذا كله يعني في بعض أولياء الأمور شوية يعني متخوفين من هالموضوع يعني هذا، يعني كله في بالهم أنه مضيعة للوقت، لكن اللي يجرب ويدش معانا بهالمجال بالعكس من يتفوق عشان يحب ويدخلون، يعني في 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 احنا دائما نختار من المرحلة المتوسطة اللي هما التاسع، ممكن ثامن وتاسع، الحين قاعد يجيبوا لنا من سادس، نبين مثلا ندخلهم بهالمجال هذا معاكم بالحركة الإرشادية. أنا أذكر في منطقة الجهرة أول ما سوينا أول مخيم للسلام فيه، يعني أبو وقصب على ما أقنعه دخلت وحدة، وبعدين عقب السنة اللي وراها جاب الأربع، كان يقول لي باخذوا بناتي حقكم ما بيهم ريال ما أخذهم، قلت يعني شفت شلون يعني حسوا في الفرق، أمهات جابوا لنا بناتهم ما يعرفون حتى ينطقون، قاموا يتعلمون يتكلمون، تحيي العلم كفاية أنك رفعت العلم هذه هيبة، فأصبحوا البنات يعني شخصياتهم قوية، تردد الوعد بينهم وبين الناس، في منهم عندنا مبادئ، عندنا وايد قوانين، عندنا وايد مراسم في حركة المرشدات اللي تعلم فيها مثل الشرطة مثل العساكر، هي الحركة. طيب الحين احنا السنة شنو برامجنا؟ كلها عن الذكاء الاصطناعي، يعني اعطي احنا شيء يواكب التطور. نعم. عندكم عقوبات اذا واحدة ما التزمت اليوم بالمخيم او بال ما نقدر نعاقب قلوبنا رحيمة لا اذا صارت البنت غير سوية نقول لا تين بس ها بس. لا يعني تتعاقب اي لان الالتزام اكيد والحزم مطلوب في في, في في انضباط مثل الفصل او شيء ها تقف تلقاهم يعني من تي القاعده يقفون لها خلاص في احترام في تقدير صحيح. في اسس يمشون عليها بروح معك حق نقطه وايد مهمه في هذه الحركه حركه المرشدات تحديدا تعزيز حب الوطن هذا اهم شيء والولاء للوطن والكلام عن الوطن بكل ما فيه تتفق نختلف في امور معينه ولكن تظل الكويت فوق الراس ويظل الكلام فيها وفي حقها والعمل من اجلها، ايش كثر هذا الشغل يحتاج منكم تعب لوضعه في كل مرشدات الكويت وايش كثر قاعد تسعون عليه حاليا؟ ما تدخل البنت حركه المرشدات الا لما تردد الوعد وتعمل فيه. حلو. الوعد شو يقول؟ اعيد بان ابذل جهدي في اداء الواجب نحو الله ثم الوطن ثم الامير. تدخل في حركة المرشدات تلبس المنديل وتصير زهرة أو مرشدة. هذه زهرة لما تروح تصير مرشدة تعد بشرفها شرف أمانة طبعاً. نظام أن بهم بعد نفس الشيء أن أبذل جهدي في أداء واجبي نحو الله ثم الوطن ثم الأمير فأعمل بقانون المرشدات وهذه تعمل بوعد المرشدات صحيح. فالقانون 10 بنود تكون نظيفة مرتبة أمينة مخلصة شريفة يعني عطوفة محترمة مرتبة في هذه الأشياء هني ننمي الوطن والوطنيه في البنت فلازم لما تكون والله البنت احسن بنت هي اللي تحيي علم الكويت صحيح فكلهم يتنافسون عشان يوصلون حق هالمركز صحيح والله انا اللي وقفت احيي العلم كل شعر يمي بصراحه والله انا منهم هيبة. كنت اللي اتنافس عشان اوصل للمرحله المنافسه الحمد لله والمنافسه تكون زياده يعني كل منطقه تقول بنتي أكيد. خليها ترفع العلم صحيح. يعني الحمد لله يعني فخر فخر والله هذا فخر. شيء نفتخر فيه وبعدين احنا نكونهم كسفيرات حتى في الحين لما تشوف احسن بنت في المخيم ناخذها نحطها في بالنا عشان تروح برا الكويت مخيمات خارجيه على الشاشه نعم على الشاشه قاعد نشوف هذه دعوه جمعيه المرشدات الكويتيه لمخيم السلام السنوي 27 والمخيم الخليجي 10 بعنوان تحدي تمكين عداله وازدهار تميز دائم وعطاء مستمر وهذا الموقع الالكتروني موجود على الشاشه وبالفعل يعني هذا الشعار اليوم يحفز ويشجع بناتنا على اليوم الالتزام بمثل
هذه القوانين والتزام باكيد التعليمات والتوجيهات اللي تعطونها دائما لبناتنا المرشدات. فعسى الله يعطيكم الصحه والعافيه وطولة العمر يعافية. وشوف كل سنه ان شاء الله اجتماع ومخيم جميل مثل هذا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. وبعدين اولياء الامور ابله صبيحه ندعوهم حق المشاركه في يوم المخيم. طبعا ممنوع اصطحاب الاطفال. ايوه راح نقول لهم يوم راح تستقبلونهم من خلاله. ايون الاهالي ايون يعني في فتره استراحه بعد بين الظهر والعصر. حلو. ممكن يشوفونهم حزه الغداء. اي يطلون على يطلون بناتهم عليهم. يشوفون بس بعضهم يقولون لا اخذوهم احنا خلونا نروح مرتاحين يعني بناتنا مطمنين عارفين وين حاطين مطمنين الحمد لله في ايدي امين الحمد لله. يعني من خلال هذا اللقاء الجميل والمثري صراحه حابين كلمه اخيره صغيرة في حق هذا الوطن وحق مرشداتنا اللي راح يشرفونا إن شاء الله في هذا المخيم. أستاذة هند. وطن المحبة، وطن السلام، وطن الأمن. ما ألقى كلمة يعني تعلو على أني أقول أحبك الكويت. وحطوا بالكم يا بناتنا بنات الكويت، هذه أمانة. إحنا مو بس أقول بناتنا، كلنا الكويت أمانة في أعناقنا وأرقابنا. يعني مهما اختلفنا فإحنا أسرة واحدة. نختلف في سوالف مثل الأسرة الواحدة ونرد مثل ما كنا. فحطوا بالكم وكوني خير سفيرة لبلدك. أنت جاية الحين في مخيم خليجي، أنا ما بيش تمثلين نفس تمثلين الوطن. فعلا. كلنا بلسان واحد، إحنا بنات الكويت. هذه من كل المناطق ترى جايين. صحيح. 60 بنيه من جميع المناطق مشاركين. انا اكل الكويت وقتها. لا تقولين انا من المطار، اقول انا كويتيه. وحطي بالك ان تكونين صحيح يعني قد هالمسؤوليه. ما شاء الله استاذه وشكرا. ان شاء الله يا رب هذه المعلومات وان شاء الله. اي والله يلم من ابله صبيحه كلمه بعد. اكيد ابله صبيحه. يستاهل. طبعا بالنهايه اشكركم على الاستضافه وعلى اتاحه لنا الفرصه. انا كلمه اقولها واحده و انها ليست كويتا وكفى. ايوه اي والله فعلا. الله يحفظها يا رب. حتى حفلتنا ان شاء الله تشوفون كلها عن الكويت. تستاهل يعني مهما سوينا ما فيها حقنا ابدا. حقها ما تنوفيها ابدا والله. الله يحفظها. الله يحفظها يا ربي من كل مكروه. اللهم ويوحد قلوبنا كلنا مع بعض. امين امين امين. كل الشكر لضيوفنا الاستاذه هند الهولي رئيسه جمعيه المرشدات الكويتيه ورئيسه لجنه مرشدات دول مجلس التعاون الخليجي، وايضا الاستاذه صبيحه محمد العدهان الموجه العام لزهرات المرشدات والموجه الاول لزهرات المرشدات لمنطقه الفروانيه التعليميه. فاصل ونكمل معكم.